ضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر أرحب بك من جديد، كنت أفدتنا في إفادة سابقة بأنه يجري الآن تمشيط المنطقة حيث تقف في ميدان كازلاي، وليس من أنباء أو معلومات عن لا تأجيل الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة، ولا معلومات أيضا عن عدم حضور الرئيس التركي. هل تأكدت لنا أي معلومات؟ نعم داليا، بعد التحية، أنا حاليا في أقرب نقطة ممكنة إلى موقع الانفجار، حوالي 200 أو 300 متر تقريبا تبعدنا عن المكان الذي حصل فيه الانفجار. طبعا هناك إجراءات أمنية مشددة جدا في المنطقة، المروحيات تحلق من فوقنا، هناك إجراءات أمنية، وجلسة البرلمان سوف تتم حسب مصادر من البرلمان التركي أفادت بأن جلسة البرلمان ستتم في موعدها، ولكن ضمن إجراءات أمنية مشددة جدا سوف تحصل في المنطقة. قبل قليل سمعنا صوت انفجار، ربما هو الانفجار الرابع الذي حصل اليوم، وكانت مديرية أمن أنقرة قد أشارت إلى أنها تقوم بتفجير كل الحقائب والمواد المشتبهة التي هي موجودة في المنطقة. حذرت المواطنين من تواجد أو محاولة الذهاب إلى المناطق القريبة من موقع التفجير. حصل هذا الانفجار وربما يحصل انفجارات أخرى أيضا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها قوات الأمن التركية. قبل قليل كذلك وزير الداخلية التركي فقط حتى لن نفوت هذه التفصيلة عمر، يعني هذا التفجير قامت به قوات الأمن التركية لأي أجسام مشبوهة تقع في مربع كازلاي، ما فهمته صحيح؟ هذا صحيح، تقع على مقربة من المكان الذي حصل فيه التفجير وهو مكان مغلق حاليا بشكل كامل. تقوم قوات الأمن التركية بتفجير أي أجسام تشتبه بأنها قد تكون متفجرات تركها الإرهابيون في هذه المنطقة، هي تفجيرات احترازية تقوم حاليا قوات الأمن بتنفيذها لتمشيط وتنظيف المنطقة من أي تهديدات ربما تكون موجودة حتى هذه اللحظة في موقع الحادث الذي حصل صباح اليوم. ولكن داليا، وزير الداخلية التركي في تغريدته قبل قليل قال، أكد بأن الشرطيين اللذين جرحا في الاشتباك الذي حصل صباح اليوم لا يوجد أي خطر على حياتهم، وهما لا يزالان حاليا تحت العناية والمعالجة، لا يوجد أي خطر على حياتهم. ولكن أشار إلى نقطة مهمة كنا قد تطرقنا إليها مداخلة سابقة، وهي أن يعني القوات الأمن التركية ووزارة الداخلية سوف تناضل ضد المنظمات الإرهابية وضد تجار السم والمخدرات، التي كنا قد أشرنا إلى أن وزارة الداخلية منذ أسابيع فتحت حربا شرسة ضد منظمات التجار بالمخدرات وكذلك العصابات الإجرامية. لذلك هذا التصريح يضم في طياته كذلك أنه ربما تكون الجهة المسؤولة عن هذا التفجير هي عصابات المافيا التي تضررت كثيرا بعد أن فتحت وزارة الداخلية هذه الحرب الشرسة ضدهم، وبالتالي ارتفع أعداد المشبوهين أو المنظمات المشبوهة في هذا التفجير، إن كان داعش أو منظمة حزب العمال الكردستاني أو المنظمات الإجرامية والمافيا وتجار المخدرات كذلك. على حد سواء وزير الداخلية قال بأن النضال ضد هؤلاء سوف يتم ويستمر حتى آخر إرهابي موجود على الأراضي التركية أو حتى خارج الأراضي التركية. وبالتالي طبعا هذا التصريح مهم ومهم جدا بالنسبة لمعرفة يعني الموقع الذي تتوضع فيه حاليا وزارة الداخلية ومن تواجه في هذا التفجير الذي حصل في مكان مهم وفي يوم مهم للغاية حقيقة.
طيب، هذا إذن تلميح مهم كما ذكرت عمر على لسان وزير الداخلية التركي، لكن لماذا التوقيت؟ يعني إذا ما كان هذا التصريح لوزير الداخلية التركي هو للعصابات، عصابات المخدرات التي تشن لها وزارة الداخلية التركية أوامر بالتضييق عليها الآن، لماذا توقيت وهو توقيت انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة بحضور الرئيس التركي؟ حقيقة داليا، يعني هذا التفجير أحدث ضجة كبيرة في الأوساط التركية وكذلك على مستوى العالم بسبب حجمه وكذلك بموقعه. طبعا هذا التفجير يؤدي إلى حرج، إصابة بالحرج بالنسبة لوزارة الداخلية وكذلك المنظمة الأمنية التركية، لأنه في موقع حساس وفي مكان حساس، وفي حال طبعا ثبت، حتى الآن نحن نتحدث عن افتراضيات بأن تكون أيضا المنظمات التي هي تتاجر بالمخدرات أيضا مسؤولة ربما، حتى الآن هذه افتراضيات، ولكن إن ثبت هذا الأمر فهي توجه ضربة مؤلمة حقيقة لوزارة الداخلية في موقع حساس وفي مكان حساس وفي توقيت حساس يشارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان في عملية افتتاح البرلمان التركي. هي رسالة على أكثر من صعيد حقيقة وموجهة بأكثر من اتجاه، ولكن حتى الآن لأننا لا نعرف المسؤول عن هذا التفجير وهذه الهجمة، ولكن كل الاحتمالات مطروحة حاليا للنقاش، ومن ضمنها أن تكون المنظمات المتاجرة بالمخدرات كذلك. نعم. التي تم التضييق عليها بشدة وتم إجراء الكثير من الاعتقالات لقادة في هذه المنظمات، وكانوا يعيشون حقيقة بأريحية في زمن وزير الداخلية السابق سليمان سويلو، ولكنهم حاليا يواجهون تضييقا شديدا للغاية، وهناك حرب معلنة ضد هذه المنظمات، وكذلك كان هناك انتقادات من قبل المعارضة بشأن انتشار عملية يعني التجارة بالمخدرات في الأراضي التركية، إن كان في أنقرة وكذلك في إسطنبول. كل هذه النقاط موجودة، وبالتالي تحرك وزارة الخارجية على هذا الإطار أيضا يشير إلى أنه ربما حاولت هذه المنظمات الرد ولو بشكل جزئي، على الأقل أحدثت صوتا ضد وزارة الخارجية عفوا وزارة الداخلية وبالتحديد وزير الداخلية علي يالقيع. طيب، لا أعلم إن كنت تمكنت من خلال دردشاتك بالوقوف عند هذه الفرضية، وكيف يتم التفاعل عليها الآن؟ يعني وزير الداخلية حسب هذا التصريح الأخير تريد هذه المنظمات إحراجه في هكذا توقيت أمام الدورة البرلمانية الجديدة بحضور الرئيس التركي، ويمكن أيضا بهذا التصريح من قبله أن يحاول هو أن يزيل الحرج عنه أمام المسؤولين. هل هذا الأمر يتم تداوله على نطاق واسع، أو أن وزير الداخلية الآن في موقف محرج فعلا في الشارع التركي؟ حقيقة داليا، وزير الداخلية فعلا يعني من ناحية الثغرة الأمنية التي تمكن هؤلاء منها من الدخول إلى هذه النقطة الحساسة، أجل هناك نوع من الحرج لوزير الداخلية و القوة الأمنية، رغم التأكيد على أن العملية الإرهابية لم يستطع هؤلاء الإرهابيين أن يتموا عمليتهم، وتم إيقافهم قبل أن يقوموا بإجراء هذه العملية، ولكن وصولهم وتمكنهم من إحداث هذه البلبلة في وسط أنقرة، في قلب أنقرة وفي منطقة حساسة جدا في أنقرة، هذا يكفي حقيقة لإثارة الإحراج بالنسبة لوزارة الداخلية وبالنسبة للوضع الأمني والثغرة الأمنية الموجودة. ولكن الرد حاليا من قبل وزارة الداخلية يبدو أنه مصمم، حسب وزير الداخلية علي يالقيع، مصمم على أنه هذا النضال مستمر وسوف يستمر بشكل ربما أوسع حتى ضد هذه المنظمات، إن كانت هي منظمات متاجرة بالمخدرات أو حتى منظمات إرهابية تابعة لتنظيمات داعش أو منظمة حزب العمال الكردستاني. كل هذه المنظمات حاليا، حتى المخابرات التركية تجري بين الفينة والأخرى عمليات في الحدود، على الحدود التركية في شمال سوريا والعراق،
عمليات يعني مركزة ضد هذه المنظمات. طيب عمر، طبقا للمعلومات التي وصلت إليها، إذا الجلسة جلسة البرلمان لغاية الآن ستعقد في موعدها، وأيضا لا معلومات إن كان الرئيس التركي لن يحضر، يعني حسب آخر المعلومات التي وردت سيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة البرلمانية. هذا يضعنا ضمن أي إجراءات احترازية أكثر تشديدا الآن؟ بكل تأكيد، يعني حسب المعلومات التي وصلتنا داليا هو أن الجلسة البرلمانية سوف تتم، والرئيس رجب طيب أردوغان لم يأتي أو لم يصلنا حتى الآن أي نبأ بعملية تأجيل أو ربما إلغاء عملية إلقائه لخطابه أمام البرلمان التركي. هذا يعني بأنه الجلسة مستمرة وسوف تتم، وكذلك الرئيس سيلقي خطابه، ولكن منذ دقائق بدأت عملية يعني إجراءات أمنية شهدناها، إجراءات أمنية ربما مشددة أكثر، المروحيات بدأت تحلق منذ الصباح، لم يكن هناك مروحيات، حاليا المروحيات تحلق في سماء المنطقة، وكذلك هناك عملية تشديد أمني واضحة جدا، الكثير من عناصر الأمن موجودة ويتم عملية تمشيط، وهذا يدل على أن الجلسة البرلمانية ستحصل، وكذلك ربما الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون هو بكل الأحوال حسب ما يفيد الخبراء الأتراك، الرئيس رجب طيب أردوغان من المفترض أن يأتي ويقوم بإدلاء خطابه، ولكن محتوى الخطاب ربما يتغير نوعا ما على أثر هذا التفجير، ويتجه نحو عملية مكافحة الإرهاب والاستمرار بعمليات مكافحة الإرهاب. سوف تكون هناك رسائل من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الإطار، وكذلك في حال طبعا الوصول إلى المسؤولين عن هذا التفجير وهذا الهجوم الإرهابي إن كانوا من منظمة حزب العمال الكردستاني، وبالتأكيد سوف يكون هناك رسائل كذلك للسويد التي تم التنديد بالعمليات أو المظاهرات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية في ستوكهولم من قبل وزارة الخارجية التركية، وبسماح الأمن السويدي لهؤلاء كذلك بهذه العملية، بالاستشهاد بهذه العملية التي حصلت في قلب أنقرة، بمدى خطورة هذه المنظمات الإرهابية ووجوب يعني إن كان على مستوى الناتو أو على مستوى الولايات المتحدة وحلفاء تركيا وجوب الاستمرار بمكافحة هذه المنظمات الإرهابية من حزب العمال الكردستاني وصولا إلى داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية. على كل إن سنواصل معك كل التطورات عمر، وسنبقي عينا بطبيعة الحال على كل الإجراءات الأمنية اللي ذكرت لنا بأنها أكثر تشديدا الآن بانتظار عقد هذه الجلسة من خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وبانتظار إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته. شكرا جزيلا لغاية الآن عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة.